زي ما رسمتوا معايا البريكيال بليكسس وانتوا قاعدين تسمعوني كده وانتوا بتتكلوا عشان تثبت في دماغكم، عايزكم ان شاء الله برضو تتسلوا معايا وترسموا الاكزيلاري ارتري. بعد شويه هتلاقوا رسمه مبسطه جدا عبيطه. عارف يعني ايه عبيطه؟ عبيطه بمعنى كلمه عبيطه، هتلاقي نفسك جابت جون على طول. يلا اكزيلاري ارت، نبدا كده مقدمه بسيطه ننشط الدنيا كده. بخ بخ بخ، الاكزيلاري ارتري عباره عن ايه؟ انه يبدا عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب as continuation of subclavian artery. اهو اول ما الفيرست ريب جه طلعت بره الفيرست ريب باسمي اكزيلاري ارتري. يعني انا كنت سب كليفيان عديت الفيرست ريب باسمي اكزيلاري. ماشي. ات اند ينتهي at the lower border of teres major major عشان يبقى اسمه بريكيال ارتري بعد كده. حلو، يبقى انا كنت سب كليفيان لحد ما وصلت للفيرست ريب، بقدرة قادر بقيت اكزيلاري لحد ما وصلت لللور بوردر اوف تيريز ميجور، فتحول اسمي الى بريكيال يعني عضو ضيق. هو نفس الخرطوم بس بتوع الاناتومي فاضيين. It is the same خرطوم. سبكليفيان تحول بقى اسمه اكزيلاري الذي تحول بقى اسمه بريكيال، ولكنه في الاول وفي الاخر It is the same artery. It is divided by pectoralis minor muscle اللي معديه من قدامه بالمنظر ده into three parts. First part medial to the muscle. Second part behind the muscle أو deep to the muscle. Third part is lateral to the muscle. يا دكتور ما المعلومات دي كلام فارغ. بيجي فيها أسئلة على فكرة. All of the following is true about axillary artery except it is a continuation of مش عارف إيه at إيه. And it is مش عارف ينتهي فين by becoming ايه؟ يقوم خبط لك كلمة كده، يقول لك it ends at the lower border of teres minor by becoming the brachial artery. تقول له غلط، teres major مش minor. يقول لك it is divided into three parts by pectoralis major muscle. غلط، by pectoralis minor muscle. حلو، جميل. مقدمة سلسة. طالما بقى في first part و second part و third part، ايه رأيكم في المنظر ده؟ السلايد ظهرت ولا ما ظهرتش؟ السلايد ظهرت ولا ما ظهرتش؟ انا بسأل سؤال. ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ ماسورة لونها احمر عليها مثلث لونها فاتح شوية عشان ابين الماسورة من تحت المثلث. خلصت. قال يعني، قال يعني الماسورة دي هي الاكزيلاري ارتري والمثلث ده هو البكتوراليس ميجور وده بتاع دراع واحد اليمين نايم على ظهره كده وفاتح دراعه كده، فيبقى ده لاترال وده ميديال. شبه بالظبط صوره البريكيال بليكسس اللي احنا لسه شايفينها وعملنا عليها حرف الام، فاكرينها ولا نسيناها؟ شبه صوره البريكيال بليكسس اللي كان فيها اسهم ولوناها دلوقتي بتاعت الجوستا، فاكرينها ولا نسيناها؟ هي دي بالظبط. تيبيكال هي دي، صح ولا غلط؟ فلو بدأت بالفيرست بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري يعني المنطقة دي، بذمتكم كده ايه اللي هيبقى مغطيها؟ أكيد البيكتورال ريجون يا دكتور، يعني انتيريور وول اوف ذا اكزيلا اللي كانت سكين وسوبرفيشال فاشيا وبيكتورال فاشيا، وإيه كمان؟ بيكتوراليس ميجور، وإيه كمان؟ لما أشيل البيكتوراليس ميجور في الحتة دي هلاقي الماينور لسه هي مش هنا، هلاقيها هنا لسه. يبقى الفيرست بارت هيبقى متغطي بالكلافي بيكتورال فاشيا اللي هي كانت ماليه الفراغ بين البيكتوراليس ماينور والستاب كليفيوس، صح كده؟ يبقى ذا انتيريور ريديشنز اوف ذا فيرست بارت عبيطه. عبيطه ليه؟ لان هي عباره عن البيكتورال ريجون اللي قدامك سكين وفاشيا وبعدين بيكتوراليس ميجور. لما بشيل البيكتوراليس ميجور يا دكاتره، مش المفروض ان البيكتوراليس ميجور كان مكانها كل ده؟ صح ولا غلط؟ مش ده كان مكان البكتوراليس ميجور الدايرة اللي أنا رسمتها دي ولا لأ؟ لما أشيل البكتوراليس ميجور هلاقي في حتة صغيرة متغطية بالماينور، لكن حتة مكشوفة ميديال ليها وحتة مكشوفة لاترال ليها، صح؟ الحتة المكشوفة اللي ميديال ليها دي قلنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يحمي الحاجات اللي فيها قام خالق حاجة اسمها كلافي بكتورال فاشيا بين السب كليفس والبكتوراليس ماينور، صح؟ يبقى إذا لما أشيل البكتوراليس ميجور هلاقي ايه اللي مغطي الفيرست بارت تحتها؟ البكتوراليس ماينور ولا الكلافي بكتورال فاشيا؟
الكلافي بيكتورال فاشيا. طب نمسح اللي عملناه ده عشان ما نبوظش الرسمه. يبقى the anterior relation هي عباره عن skin وفاشيا of the anterior wall of the axilla، والبكتوراليس ميجور اللي موجوده برضه في الانتيريور وول اوف ذا اكزيلا، وتحتها كلافي بيكتورال فاشيا. سهله دي. طب البوستيريور ريليشن اوف ذا فيرست بارت هيبقى الميديال كورد اوف ذا بريكيال بلكسس. ميديال كورد اوف ذا بريكيال بلكسس، واعلى حته في السريتس انتيريور. ما هي السريتس انتيريور كانت في الثوراسيك وول هنا كده، فده هيلمسها، هيلمس اعلى حته فيها. فيرست وسكند ديجيتيشن اوف سريتس انتيريور. تمام؟ لكن هيبقى الميديال كورد موجود بوستيريور. حلو. أمال لاترالي هلاقي إيه؟ هلاقي التو كوردز اللي فاضلين، لاترال كورد أوف ذا بريكال بلكسس وبوستيريور كورد أوف ذا بريكال بلكسس. إيه ده؟ يبقى أنا سميت الكوردز أوف ذا بريكال بلكسس على حسب الفيرست بارت أوف ذا أكزيلاري أرتري لا سمح الله؟ حد يرد. هل أنا سميتهم حسب الفيرست بارت أوف ذا أكزيلاري أرتري لا سمح الله؟ لا طبعا. ليه؟ زميلتنا اللي كانت بتقول ايه فيرست وسكند بارت من شويه، ركزي معايا دلوقتي. ليه؟ لان هما مش نفس الاماكن بتاعتهم بالنسبه للفيرست بارت. طيب اخر حته يا شباب تاني، ايه اللي موجود ورا الاكزيلاري ارتري في الفيرست بارت؟ الميديال كورد يا دكتور. طب ايه اللي موجود لاترالي؟ اللاترال كورد والبوستيريور كورد اوف ذا بريكال بليكس. صح اهم. انا عندي ثلاثة كوردز، واحد لاترال واحد ميديال واحد بوستيريور، وزعهم بالمنظر ده في الفيرست بارت. حط اللاترال والبوستيريور مع بعض لاترالي بالمنظر ده، وحط الميديال بيهايند ذا ارتري. ماشي. طب ميديالي عندي مين؟ الباشا ده اللي هو الاكزيلاري فين. يبقى بمنتهى البساطه ركز معايا في الفيرست بارت، هتلاقي عليه بكتوراليس ميجور وسكين وفاشيا وكلافي بيكتورال فاشيا، هتلاقي وراه الميديال كورد اوف ذا بريكال بليكس اهو، لاترالي لاترال اند بوستيريور كوردز اوف ذا بريكال بليكس، ميديالي الاكزيلاري فين. ميديالي مين؟ الاكزيلاري فين. طب خدتوا بالكم من حاجه؟ حد يقول خدت بالكم من حاجه؟ ان الاكزيلاري فين انا فرشته كله من اوله لاخره مره واحده، صح؟ معناها ان اي ميديا ريليشن لاي بارت من الثلاثه ارزح فيه الاكزيلاري فين وانت مغمض. اعمل فيه ايه؟ ارزح فيه الاكزيلاري فين وانت مغمض. يبقى اول قاعده ذا اكزيلاري فين از اولويز ميديالي من اول الارتري لاخره، ماشي جنبه مصاحبه. تمام؟ حلو. طب لو جينا على برانشات او على ريليشنز سكند بارت، السكند بارت اكيد برضو كان عليه الانتيريور وول اوف ذا اكزيلا اللي هي سكين وفاشيا برضو وبكتوراليس ميجور. بس خلي بالك ان تحت البكتوراليس ميجور في مين بقى؟ في البكتوراليس ماينور اللي هي مقسماه اصلا للثلاث اجزاء. يبقى في السكند بارت هزود بس في الانتيريور ريليشنز البكتوراليس ماينور، لان هي اللي مغطيه عشان تقسمه لثلاث حتت. سهله كده؟ ومش هقول كلافي فيكتور الفاشيه بقى، ده في ماينور شخصيه موجوده اهي. ماشي يا شباب؟ حلو. واخد بالك من اللاترال كورد والبوستيرو كورد والميديال كورد؟ واخدين بالكم منهم؟ هنعمل فيهم ايه؟ هننزل سلمه بكل واحد. هننزل ايه؟ سلمه بكل واحد، يعني ده هنزل بيه كده، وده هنزل بيه كده، وده هخليه كده. سهلة كده؟ تاني، التلاتة كوردز اوف ريبيكال بلكسس اعمل عليهم ايه في الرسمة؟ انزل بكل واحد سلمة لتحت، انزل بالميديال كورد سلمة لتحت ومشيه في الحتة الفاضية دي، انزل بالبوستيريو كورد سلمة لتحت ومشيه هنا، انزل باللاترال كورد خليه يفضل ماشي لاترال كده. طيب يبقى البوستيريو ريليشنز بتاعتي بقت اني كورد؟ البوستيريو كورد. مش انا قلت لك انزل بكل واحد سلمة؟ ادي البوستيريور كورد راح مكانه بقى. يبقى السكند بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري كل كورد هيحترم نفسه ويروح مكانه، فالبوستيريور كورد رجع راح بوستيريور تو ذا ارتري. طب لاترالي هيفضل اللاترال كورد لاترال اهو،
مع الكوراكو براكياليس اللي هي اللاترال ولوف ده اكزيل. طب ميديالي بقى مين هيقول؟ الميديال كورد نزل السلمه اللي قلنا عليها ومشي ميديال مع الاكزيلاري فين اللي هو ماشي ميديال من الاول اصلا. يبقى بمنتهى البساطه يا دكاتره علشان الجدول اللي بيلخبطنا بالمنظر ده، اولا الانتيريور ريليشنز عباره عن الانتيريور اكزيلاري وول. في الفيرست بارت قلت سكين وفاشيا وبكتوراليس ميجور، شلت الميجور ما لقيتش تحتها ماينور فقلت كلافي بكتورال فاشيا. في السكند بارت قلت سكين وفاشيا وبكتوراليس ميجور، لما شلت البكتوراليس ميجور لقيت البكتوراليس ماينور. سهله كده. جيت بعد كده للميديال ريليشن حطيت فيها الاكزيلاري فين من اوله لاخره. جيت في اللاترال ريليشنز والبوستيريور ريليشنز حطيت اللاترال كورد والبوستيريور كورد لاترالي والميديال كورد بوستيريور، صح كده؟ وقمت نازل سلمه بالميديال كورد فبقى ميديال للسكند بارت، ونزلت سلمه بالبوستيريور كورد فبقى بوستيريور للسكند بارت، وكملت على طول باللاترال كورد لانه اصلا لاترال فروم ذا ستارت فهيفضل لاترال عادي للسكند بارت. يبقى اذا خلي بالك ان السكند بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري is related to the three cords of the brachial plexus according to their names. يعني اللاترال كورد راح لاترال لي والميديال كورد جه ميديال لي والبوستيريور كورد بقى بوستيريور لي. عرفنا ليه سميناهم ميديال ولاترال وبوستيريور؟ according to their relations to the second part of the axillary artery. سهلة كده؟ طيب تتوقعوا بقى third part of the axillary artery هيبقى ريليتد لبرانشز ولا الكوردز؟ عايز حد يرد. الثيرد بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري بقى هيبقى ريليتد تو برانشز مش كوردز. الكوردز خلصت على كده، نفسها خلص على كده، تمام. يبقى المفتاح السحري يا دكاتره، المفتاح السحري في الرسمه اللي انا رسمها دي ان انا اعمل ايه؟ ان انا ارسم الارتري عليه البكتوريس ماينور بالمنظر ده وارسم الميديال تو اتل فين. سهلة كده؟ وبعدين أعمل إيه؟ أقوم رصص الكورد ثلاثة فوق بعض بالمنظر ده بحيث اللاترال والبوستيريور يبقوا لاترال في الفيرست بارت والميديال يبقى بوستيريور. بص بقى في السكند بارت هعمل إيه؟ هنزل سلمة بالميديال يبقى ميديال، هنزل سلمة بالبوستيريور يبقى بوستيريور، اللاترال هيفضل لاترال زي ما هو. واحد تاني يقول لي استنى يا دكتور، طب ما أنا ممكن أرسم السكند بارت الأول. يعني أحط اللاترال كورد لاترال والبوستيريور كورد بوستيريور والميديال كورد ميديال وبعدين اقوم طالع سلمه على الفيرست بار، صح كده؟ مش هي اطلع بالميديال كورد سلمه احطه بوستيريور واطلع بالبوستيريور كورد سلمه احطه لاترال مع اللاترال. يبقى انت عايز ترسم الرسمه معاك وانت عايز ترسم دلوقتي، يا اما كده يا اما كده، مش هتفرق معاك. المهم انك تاخد بالك من السلمه المكسوره دي. ماشي يا شباب؟ حلو. نخش بقى على الثيرد بارت، نخش على الثيرد بارت. الثيرد بارت يا دكاتره هيبقى ريليتد انتيريورلي للميديال روت اوف ذا ميديال نيرف مع برضه السكين والفاشيا والبكتوراليس ميجور. زي ما انا سكين وفاشيا وبكتوراليس ميجور دي موجوده عليهم كلهم، بس بزود الماينور بس في السكند بارت، برجع اشيلها تاني في الثيرد بارت واحط عليه الميديال روت اوف ميديال نيرف اللي جاي من الميديال كورد. طب بوستيريورلي اكيد برانشات البوستيريور كورد اللي هم الاكزيلاري والراديال نيرف، صح؟ الاكزيلاري وايه؟ والراديال نيرف، طبيعي جدا يعني بوستيريور كورد ورا يبقى برانشاته هتبقى ورا. طب لاترالي برانشات اللاترال كورد اللي هو الماسكولوكوتينيوس ولما الميديال نيرف يتكون اهم. طب ميديالي بقى تتوقعوا مين اللي هيطلع من هنا اللي يكمل لي حرف الام؟ يلا نكتب بقى مين اللي هيطلع من هنا يكمل حرف الام ويبقى ميديال تو ذا ثيرد بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري مع الاكزيلاري فين. برافو عليكم. الالنر اهو. ايه رايكم في الرسمه؟ سهلت الدنيا شويه ولا في مشكله؟ سيبكوا بقى من الفسافيس بقى الصغيره، نعيد تاني من الاول بسرعه اهو. نركز مع بعض، نركز مع بعض.
ادي الارتري قدامي مقسوم لثلاث اجزاء بالبكتوراليس ماينور. الفيرست بارت ده ريليتد انتيريورلي دايما، كلهم الانتيريور ريليشن لازم تبقى الانتيريور وول اوف ذا اكزيلا. سكين وفاشيا وبكتوراليس ميجور شلتها لقيت تحتها كلافي بكتورال فاشيا. والبوستيريور ريليشن كان الميديال كورد اوف ذا بريكيال بليكسس. اللاترال ريليشن كانوا التو كوردز التانيين اللي هو اللاترال كورد والبوستيريور كورد. وميديالي محطوط الفين من اوله لاخره اكزيلاري فين. نيجي بقى في السكند بارت نشوف هنضيف ايه وهنشيل ايه. ففي السكند بارت قمت قايل برضه الانتيريور ريليشن هي الانتيريور اكزيلاري وول اللي هي بكتوراليس ميجور تحتها بقى الماينور وما انساش السكين والفاشيا. بعد كده هنزل سلمه بكل كورد من الكورد دي. فبوستيريولي هيبقى عندي البوستيريور كورد هيجي بقى يحترم نفسه وينزل مكانه. لاترالي هيفضل معايا اللاترال كورد زي ما هو. ميديالي هينزل معايا الميديال كورد سلمه ويحترم نفسه ويروح مكانه. بقى كده عندي اللاترال كورد لاترال تو ذا سكند بارت، بوستيريور كورد بوستيريور تو ذا سكند بارت، والميديال كورد ميديال تو ذا سكند بارت. تمام؟ حلو. مع الفين طبعا ما انساش الفين، ما انا رسمته بقى خلاص مش هقوله كل شويه. نيجي على الثيرد بارت هنلاقيه ريليتد تو برانشز اند نوت تو كورد. فهتلاقي الانتيريور ريليشن تاني سكين وفاشيا وبكتوراليس ميجور، مش هقول ماينور بقى عشان ماينور خلص التاني. واقوم حاطط معاها الميديال روت اوف ميديال نيرف اللي عدى الشارع عشان يروح يكون الميديال نيرف. وطبعا البوستيريور ريليشن بالمنطق هتبقى هي البرانشات بتاعه البوستيريور كورد اللي هم الريديال والاكزيلري اهم. اما اللاترال ريليشنز هتبقى الميديال نيرف بعد ما تكون مع الماسكولوكوتينيوس. ميديالي بقى حرف الام عشان يكمل، ادي ماسكولوكوتينيوس ادي ميديان ادي هيبقى مين ده؟ الالنر اهو. سهله يا حسام؟ سهله يا بهاء؟ سهله يا اسراء؟ سهله يا شباب ولا صعبه؟ الشباب كلهم شكلهم بيتفرجوا على الماتش والعدد قليل الحمد لله والدنيا رايقه. لو حد رسم الرسمه دي ورايا دلوقتي هيلاقي الدنيا سهله. والله مش عارف، انا سامع الناس بتزعق في الشارع ما اعرفش يعني. ما علينا خليكوا قاعدين. بصوا يا شباب زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، ايه رايكم؟ رسمه بسيطه جدا كل واحد فيكم ممكن يبتكر فيها اللي هو عايزه. بس خلوا بالكم من السلمه دي هي اللي هتحل لك كل حاجه. في واحد يقول لي انا هبدا بالسكند بارت، هحط اللاترال كورد لاترال والميديال كورد ميديال والبوستيريور كورد بوستيريور، واقوم طالع السلمه بكل واحد. اتفقنا يا شباب؟ خلاص يا اولاد انا بتكلم على الاكزيلري ارتري دلوقتي. ولمبك ايه وبتاع ايه؟ كتب. ماشي؟ يبقى انت تبدا بالسكند بارت وتطلع سلمه. او تبدا بالفيرست وتنزل سلمه اللي انت عايزه بقى، بس خلي بالك من السلمه المكسوره دايما وانت طالع او انت نازل. في بقى ثلاث قواعد ذهبيه كبسولات كده تفيد قوي في الام سي كيو والحاجات التريكات دي. اول قاعده: the first and the second parts of the axillary artery are related to cords of the brachial plexus while the third part is related to branches. وده شفناه صح. تكملة الملحوظة ايه الكبسولة التانية؟ ان ال cords of the brachial plexus are related to the second part of the axillary artery according to their names. يعني lateral lateral والميديال ميديال والبوستيريور بوستيريور وانا وانت. واخيرا the axillary vein is medial to the artery throughout its course. واعتقد ده كان واضح جدا من الرسمة اللي فاتت. اللي صورها بقى صورها، اللي رسم ورايا رسم ورايا، اللي هيبقى يشوف التسجيل بعد كده ويصورها هو حر، مفيش مشكلة. ماشي يا دكاترة؟ حلو. بصوا بقى، يهمني بقى في البرانشز اوف ذا ارتري، معلش انا مش هرغي كتير في موضوع كل ارتري رايح فين وجاي منين ولافت ازاي وعامل الكلام ده. الحاجات دي ما بتبقاش يعني ايه ممتعة قوي في الشرح. انت تقعد تبص كده على الصورة وهنحاول نتكلم مع بعضينا دلوقتي في البرانشات. في سكيما ظريفة للبرانشز. طالما عندي ثلاثة بارت هيبقى عندي برانش بيدي كل بارت بيدي برانشز. فسبحان الله بتوع الاناتومي ربنا كان بيحبهم فلقوا ان الفيرست بارت بيدي برانش واحد بس اسمه
superior thoracic artery. بيمشي على الميديال بوردر وبكتوراليس ماينور. انا يهمني في كل برانش من البرانشات دي مش كل الرغي اللي موجود في الكتاب. يهمني انا شخصيا، انا ما اعرفش بقى الدنيا هتمشي معاكم ازاي على حسب التيتوريالز لما رئيس القسم يدخل لكم. يهمني في الريليشنز ان كل ارتري اعرف بس هو ماشي في اي حته على العضله، بس مش اكتر من كده. يبقى اذا السوبيريور ثوراسيك ارتري ده طالع من الفيرست بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري ريليتد لاني بوردر اوف بكتوراليس ماينور الميديال بوردر بتاعها. اهو يا اولاد شايفينه؟ ده اللي يهمني. يبقى الفيرست بارت بيدي 1 برانش اسمه سوبيريور ثوراسيك، بيغذي المنطقه دي من الثوركس، بيمشي على الميديال بوردر وبكتوراليس ماينور، بخ على كده. السكند بارت بيدي 2 برانشز، برانش اسمه ثوراكو اكروميال ارتري، برضه بيمشي على الميديال بوردر وبكتوراليس ماينور مع زميله الثاني اللي هو الاولاني اللي هو الايه الهاي البتاع ده السوبيريور ثوراسيك. ثوراكو اكروميال ده ثوراسيك واكروميال، فبيدي 4 برانشات، باختصارها بكلمه اي بي سي دي. بس خلي بالك ان البي تقيله مش خفيفه، بتاعت بن مش بوك، يعني لما تيجي تقول البي تطير الورقه من قدامك، بي تطلع هوا وانت بتقولها. يبقى اي بي سي دي بس تطير الورقه بكلمه البي اللي انت بتقولها. زي المدرس اللي كانوا مش عارف كان جه في مسلسل تقريبا او في نكته، قال لك الفرق بين البي التقيله والبي الخفيفه، قال لك ضع قصاصه من الورق على ايدك قدام بقك وقوم قايل بي، لو طارت الورقه هيبقى دي بي تقيله، لو ما طارتش الورقه هتبقى دي بي خفيفه. يبقى تقول بي طارت الورقه يبقى دي بي تقيله، تقول بي الورقه فضلت في ايدك تبقى بي خفيفه. And this was the difference between B for pen and B for book. كان معكم خبير الترجمه دكتور احمد فريد. ماشي يا شباب؟ بصوا بقى، انت بقى بتتكلم انجلش قواعد، ان الفرق بين البي والبي زي الفرق بين اي حرفين، ما انا عارف، بس احنا لازم نسهل الامور شويه، كلنا اللغه بتاعتنا بعافيه شويه. ماشي، بصوا بقى، يبقى ثوراكو اكروميال ارتري بيتقسم اي بي سي دي. تعالوا كده نتوقع الاي دي اكيد اكروميان، هيروح يعمل انستموزز اراوند ذا اكروميوم اوف ذا سكابولا. البي دي بيكتورال، هيروح للبيكتورال ريجن يغذيها. السي دي كلافيكولر، هيروح للكلافيكي يغذيها برضه. الدي دلتويد، هيروح للدلتويد يغذيها برضه. مفيش مشكله خالص، سهله كده. يبقى اول برانش من السكند بارت اسمه ثوراكو اكرومي، واحد راح للثوركس وواحد راح للدلتويد وواحد راح للاكروميون وواحد راح للكلافيكي، سهله كده. اكروميال بيكتورال كلافيكولر دلتويد برانشز. واللي بعديه بقى هيبقى اسمه lateral thoracic artery، وسميناه lateral thoracic عشان هيمشي على lateral border of pectoralis minor. يبقى انا زي ما اتفقت كمحاضره زي دي بفتح لكم الدنيا وبسهل لكم المذاكره، ان كل artery ليه علاقه بس هو ماشي على انهي حته من انهي عضله. فقال لك السوبيريور thoracic هو والثوراكو اكروميال ماشيين على الميديال border of pectoralis minor، اما lateral thoracic ماشي على اللاترال بوردر اوف ذا بكتوراليس ماينور وينزل يغذي اللاترال وول اوف ذا تشيست. حلو قوي. يبقى الفيرست بارت كان بيدي ارتري واحد اسمه سوبيريور ثوراسيك ارتري، السكند بارت بيدي 2 ارتري، الثوراكو اكروميا بنتقسم اي بي سي دي ولاترال ثوراسيك. حلو. الثيرد بارت متقسم لثلاثه برانشز، اول برانش مشي على الساب سكابيولار اريا، يعني مشي على المنطقة دي فسميته sub scapular artery and this is the largest branch. يبقى أنا محفظتي كل الريليشنز وانسى إن ده largest branch. The largest branch of the axillary artery is superior thoracic, lateral thoracic, thoracoacromial, sub scapular. يبقى تختار subscapular. It is the largest. أدخل واحد فيهم. بيقوم يدي برانش ظريف كده يروح للسكابيولا اسمه circumflex scapular artery اللي بيبقى ماشي على النوتش اللي موجود في اللاترال بوردر اوف ذا سكابيولا اللي عمركم ما لقيتوه على السكابيولا اللي في المشرحة ولا اللي عندكم في البيت. نضحك عليكم
نقول لكم في نوتش على اللاترال بوردر يبقى ماشي عليه ارتري اسمه سيركمفلكس سكابيولر، هتاخدوه بعد كده، هتاخدوه بعدين، ادي جه وقت بعدين وخدناه. What is the circumflex scapular artery? It's a branch from subscapular artery. اعرف اهميته بعد شوية. واخيرا two arteries رايحين يلفوا حوالين رقبة الهيومرس فاسمهم circumflex humeral. واحد قدام بسميه anterior circumflex humeral artery، واحد ورا بسميه posterior circumflex humeral artery. ولا سمح الله ال anterior circumflex humeral بيدي برانش يطلع لفوق كده يمشي في البايسيبيتال جروف، هتلاقوا مكتوب عندكم في الكتاب بخ يعني. يبقى اذا رايحين يلفوا حوالين سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس. برافو يا دكتوره نوران. يبقى اختصارا للموضوع تاني، ذا فيرست بارت بيدي برانش واحد اسمه سوبيريور ثوراسيك، سكند بارت بيدي برانشين ثوراكو اكرويميان اتقسموا A و B و C و D ولاترال ثوراسيك، ثيرد بارت ده سب سكابيولار اكبر واحد فيهم وانتيرو بوستيرو سب سيركمفلكس هيومرال، يخنقوا الهيومرس بالمنظر ده سراوندنج ذا سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرال. وات از ذيس سلايد؟ وات از ذيس سلايد؟ وات از ذيس سلايد؟ هي ما ظهرتش، حد يرد. وات از ذيس؟ What is this؟ الكابيولا من قدام ماشي، وبعدين يعني استفدت ايه؟ Anastomosis around the scapula. برافو، Anastomosis around the scapula. لما يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك describe anastomosis around the scapula، it is a very easy question and very good question and very nice question. هقول ايه؟ هتتكلم في ثلاث موضوعات. اول موضوع تعريفها، ما هو تعريف الانستموزز around the scapula؟ It's anastomosis between the first part of the subclavian artery and the third part of axillary artery. يبقى الانستموزز دي عبارة عن anastomosis between مين ومين؟ First part of subclavian artery and third part of axillary artery، يعني أول part من subclavian واخر بارت من الاكزيلري. تاني كاتيجوري، what are the forming arteries او ايه البرانشز المشاركه؟ هتقوم قايل والله ده يا دكتور الفيرست بارت اوف سبكليفيان وده الثيرد بارت اوف اكزيلري. فانا عندي ايه؟ عندي برانشات طالعه من الفيرست بارت اوف سبكليفيان. اول برانش اسمه ديب برانش اوف ترانسفيرس سيرفايكال ارتري. بص كده فوق، ده برانش اسمه ترانسفيرس سيرفايكال، يعني ماشي في الرقبه بالعرض، لازم منه الارتري ده اللي اسمه ترانسفيرس، اسمه ديب برانش اوف ترانسفيرس سيرفايكال ارتري، مشي along the medial border of the scapula. وايه كمان؟ والسوبرا سكابيولار ارتري. يبقى التو ارتريز دول اللي طالعين من الفيرست بارت اوف سبكليفيان ارتري، راح يمشي عند الابر بوردر اوف ذا سكابيولا ودخل above the suprascapular foramen. Above the suprascapular foramen أو suprascapular ligament. ماشي، يبقى عندي two arteries جايين من the first part of subclavian descending أو deep branch of transverse cervical مع suprascapular. طب وال artery اللي جاي من the subclavian من the axillary artery؟ اتفقنا إن the third part of axillary artery بيدي subscapular artery بيمشي على the lateral border of the scapula، وده كان اكبر برانش من برانشات الاكزيلاري ارتري، فده بيشارك هنا بالانستموزز وبيدي برانش تاني اسمه السيركمفلكس سكابيولار اللي لسه جايبين سيرته. ادي الصاب سكابيولار وادي السيركمفلكس. بصوا بقى كده يا مؤمنين يا متعلمين يا بتوع المدارس، انا ماشي معايا الدم هنا كده في الترانسفيرس سيرفايكال وقام نازل مني الديب برانش بتاعه بالمنظر ده، وماشي معايا الدم في السوبرا سكابيولر ومشي بالمنظر ده، وكان الدم ماشي برضه هنا في الساب سكابيولر مع السيركمفليكس سكابيولر بالمنظر ده، وحصل الانستموزز دي. فقال لك لو حصل اوكلوجن في الديستال بارت اوف ذا ساب كليفيان ارتري او في البروكسيمال بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري، اقدر اوصل الدم للحته دي ولا ما اقدرش؟ طبعا اقدر.
لو حصلت سده هنا خلاص طلع معايا اصلا الترانسفيرس سيرفايكال والسوبرا سكابيولا، فسد بقى السبكليفن ارتري زي ما انت عايز، الدم طلع هنا خلاص، هيقوم ماشي كده 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 ورايح يقابل زميله من هنا. طب لو حصلت سده هنا مفيش مشكله، الدم خلاص هيمشي كده 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 خلاص. يبقى اجاوب على الانستموزز اراوند ذا سكابيولا بثلاث نقط. اول نقطه اتس ان انستموتنج شانلز بتوين فيرست بارت اوف سبكليفيان ارتري اند ثيرد بارت اوف ذا اكزيلري ارتري. ثاني نقطه وات ار ذا شيرنج ارتريز، عندي تو برانشز من الفيرست بارت اوف سبكليفيان اللي هو الديب برانش اوف ترانسفيرس سيرفايكال ماشي على الميديال بوردر، والسوبرا سكابيولار راح عند الابر بوردر، وعندي برانشين طالعين من الثيرد بارت اوف اكزيلري ارتري اللي هو السب سكابيولار اللي هو اكبر برانش في برانشات الاكزيلري ارتري مع السيركمفلكس سكابيولار. What is the importance of these anastomoses? It keeps the blood supply of this area بالعضلات اللي مليانه كتير جدا هنا. If an occlusion occurred to the distal part of the subclavian artery. بيس ولا مش بيس؟ صورة قلنا عليها كل حاجة بدل ما نقعد نكتب ونرغي، ايه رأيكم؟ طيب تعالوا بقى للايه؟ للدردشة بقى. يعني ايه الدردشة؟ نقعد ندردش مع بعضينا كده. طبعا انا مش هتكلم على الاكزيلاري فين مخصوص، عيب قوي اعمل له سلايد، صح؟ انتوا اللي هتتكلموا على الاكزيلاري فين. اكزيلاري فين واجب. كل اللي انا قلته في الاكزيلاري ارتري هتقوم انت عكسه في الفين. لو كان الاكزيلاري ارتري بيبدا as continuation of the subclavian artery عند الفيرست ريب وينتهي عند اللور بوردر اوف تيريز ميجور، فالاكزيلاري فين العكس بيبدا عند اللور بوردر اوف تيريز ميجور as a continuation of the basilic vein وينتهي عند الفيرست ريب بانه يكمل يبقى اسمه subclavian vein. سهله كده؟ ايه الريليشنز بتاعته؟ موجود ميديال على طول للارتري من اوله لاخره بخ. ايه التريبيوتريز بتاعته؟ بياخد السفالك فين بيروح يصب فيه مع تريبيوتريز ثانيه بنفس اسامي الارتري. طنطرلام بام بام، خلص كده. ادي الاكزيلاري فين. فمش مستاهل ابدا ان انا احط لك ليه سلايد مخصوصه ونقعد نعمل انيميشن ليه يعني؟ ده اكزيلاري فين، كلام فارغ يعني. خلاص يا شباب؟ حلو. الاكزيلاري لينف نودز. How many groups of axillary lymph nodes؟ أنا عايز إجابة سريعة ومباشرة. دكتورة مريم ما شاء الله زي ما يكون كانت حاطة إيديها على الزرار. مين قال تلاتة؟ خمسة يا دكتورة غادة ولا أنت اتلخبطتي في الرقم؟ axillary lymph nodes عددهم خمسة. خمسة. وخميسة وبكرة الخميس. فين العدد؟ طيب. ماشي. خمسة وبكرة الخميس، إيه رأيكم؟ أول مجموعة اسمها anterior group، وأنتوا عارفين إن الـ anterior wall of the axilla هي الـ pectoral region، فهسميها pectoral group، فهتبقى related للـ pectoralis minor muscle، lateral border of pectoralis minor muscle اللي أنا بشاور عليها دي. يبقى كل جروب يهمني موجودة فين وبتاخد منين وتودي فين. فاكرين الليمفاتيك سيستم ولا نسيناه؟ مش كان كل لينف نود داخل فيها افرنت فيسل وخارج منها افرنت فيسل ولا نسينا؟ وكان بالمناسبه الافرنت بيخش في الجزء الكونفكس والافرنت بيطلع من الجزء الكونكيف، نسينا ولا فاكرين ولا ايه؟ ياه ام زمان يا دكتور، اعمل انتروداكشن ايام ما كنا لسه ابريا. هي زمان ما سبتناش ابريا. تمام؟ حلو. والكويز ولا الميد تيرم اللي كان على الانترودكشن ده احنا كنا غلابه يا عيني. يا نهار اسود. ماشي. بصوا بقى. يبقى الانتيريور جروب اللي هي البيكتورال جروب موجوده على اللاترال بوردر والبيكتوراليس ميجور ان ريليشن تو ذا انتيريور وول اوف ذا اكزيلا. فطالما هي انتيريور هتاخد افرنت منين؟ زي السهم ده كده ما هو بيشاور. من الانتيريور اسبيكت اوف ذا ترانك داون تو ذا امبلايكس لحد السره. كل ما هو فوق السره وهتاخد من اللاترال سايد اوف ذا بريست، وهتاخد منين كمان؟ من اللاترال سايد اوف ذا بريست. حلو قوي. وهتقوم بعت الافرنس بتاعتها اللي ينفع يخرج منها
يروح للسنترال والابيكال جروبز اوف ذا لينف نودز اوف ذا اكزيلري. سهله ولا صعبه؟ يبقى الانتيريور جروب ليها علاقه بالانتيريور وول اوف ذا اكزيلا، يعني البكتوراليس ماينور ماسل بتاخد الليمف اللي جاي من الترانك من قدام عشان هي قدام من اباف ذا امبلايتس، وبتاخد بالمره من اللاترال سايد اوف ذا بريست لانه جنبها. حلو، جميل جدا. وتقوم بعتها للسنترال والابيكال لينف نود. اما الجروب الثاني اسمها بوستيريور جروب، يعني ليها علاقه بالبوستيريور وول اوف ذا اكزيلا، يعني ليها علاقه بالساب سكابيولاريس ماسل مع الساب سكابيولار فيسلز. ساب سكابيولاريس ماسل مع الساب سكابيولار فيسلز. امال الجروب الاولانيه كان ليها علاقه باني فيسلز؟ اللاترال ثوراسيك اللي ماشيين على اللاترال بوردر اوف ذا بكتوراليس ماين. سهله يعني. يبقى انت كتر خيرك قوي ما تقول لي ليها علاقه بالبكتوراليس ماينور واللاترال ثوراسيك فيسلز، وتيجي في البوستيريور جروب تقول لي ليها علاقه بالساب سكابيولاريس ماسل والساب سكابيولار فيسلز، يعني موجوده ورا. طب بذمتكم، بذممكم اهو، لينف نودز موجوده ورا في البوستيريور وول، يبقى هجيب منين؟ من البوستيريور بارت اوف ذا ترانك. مفيش امبلايكس عندي ورا، لكن في ايه؟ في ايليا كريست، يبقى من اباف ذا ايليا كريست. وتاخد معاها بالمره التيل، الاكزيلاري تيل اوف ذا بريست، لان احنا لما ندرس البريست هنعرف ان الاكزيلاري تيل لافف وداخل لورا كده. اتفقنا؟ وهتبعت فين؟ سنترال وابيكال جروب برضه اوف لينف نودز. يبقى الانتيريور جروب لما اعمل مقارنه بينها وبين البوستيريور جروب هقول ان الانتيريور جروب ليها علاقه بالانتيريور وول اوف ذا اكزيلا عند البكتوراليس ماينور ماسل، بتجيب الليمف من اللاترال بارت اوف ذا بريست ومن الانتيريور بارت اوف ذا ترانك اباف امبلايكس. اما اللي ورا فهي شبهها جدا، يعني تحس انها مقارنه ليها، يعني مقابله ليها. ليها علاقه بالبوستيريور وول اوف ذا اكزيلا، يعني عند الساب سكابيولاريس ماسل، بتاخد الليمف من الباك اوف ذا ترانك اباف ذا ايليا كريست، لان ما عنديش امبلايكس ورا، يعني ده الحدود اللي اقدر احددها ورا يعني عشان تبقى تحفظها بسهوله. وفي نفس الوقت بتاخد الاكزيلاري تيل اوف ذا بريست، يبقى اللي قدام تاخد الترانك من قدام مع حته من البريست، اللي ورا تاخد الترانك من ورا مع حته من البريست. الاثنين يروحوا يبعتوا في السنترال والابيكال جروبز. طيب، طب اللاترال جروب بالعقل هتبقى ريليتد لويتش وول اوف ذا اكزيلا؟ اكيد اللاترال وول اوف ذا اكزيلا او الهيومرس مع الاكزيلاري فيسلز. يعني بتاخد الليمف نود اكيد اللي جاي من الابر ليمب، لانها ماشيه اصلا على الابر ليمب فوق جنب الهيومرس، ما عدا الليمفاتكس اللي ماشيه مع السيفاليك فين، يبقى بتاخد من الابر ليمب اكسبت الليمفاتكس اللي ماشيه مع السيفاليك فين. طب هتودي افرنت او هتبعت فين؟ كالمعتاد سنترال اند ايبيكال ليمف نود. يبقى اللاترال دي موجوده على الهيومرس مع الاكزيلاري فيسل، بيجي لها الليمف نود اللي جاي من الابر ليمب كله ما عدا شويه ليمفاتكس ماشيه مع السيفاليك فين، وهتبعت كالمعتاد زي بقيه زمايلها للسنترال والايبيكال. طيب، اما السنترال جروب فدي موجوده في المنتصف within the axillary fat، في الدهون بتاع الاكزيلا، يعني موجوده في النص بالظبط، في تجويف القرطاس في النص. هقول لك حالا ليه مش هتاخد من السيفاليك فين يا دكتور بهاء، وهتقتنع معايا ان شاء الله. بصوا كده، فبتاخد بقى السنترال جروب منين؟ احنا من ساعتها عمالين نقول الانتيريور جروب بتودي للسنترال والابيكال، بوستيريور جروب بتودي للسنترال والابيكال، لاترال جروب بتودي للسنترال والابيكال. فطبيعي السنترال تكون جاي لها منين؟ من الاباف جروب اللي هي انتيريور وبوستيريور ولاترال، وتبعت لمين؟ للابيكال جروب. يعني السنترال جروب دي تحس انها خدت فيدباك كده من كل الجروبز اللي قبلها، وقامت بعتها للبيت بورس الكبير اللي هو مين؟ الابيكال اللي فوق خالص. ايه ده يا دكتور؟ انت عامل لنا مايند ماب اربع نقط بس، بتضحك علينا؟ انت مش قلت لنا انهم خمسه؟ ما هو انا لو حطيت رقم خامس الدنيا كانت هتزدحم. وكمان سبب تاني، ان الابيكال جروب اوف ذا لينف نود تستحق عن جداره ان يبقى ليها مربع ازرق خاص بيها كده، لانها الفاينل ديستنيشن of all the lymph اللي جاي من الابر ليمب. اتفقنا يا شباب؟ الابيكال جروب اللي هي خامس مجموعه واخر مجموعه استحقت عن جداره انها تيجي هنا. قولوا انتوا بقى، هتبقى موجوده ناحيه ايه في الاكزيلا؟ اسمها ابيكال، هتبقى موجوده فين؟ near to the apex of the axilla، فوق خالص اهي اهي ناحيه الابيكس، near to the apex of the axilla. حلو، جميل.
هيجي لها افرنت منين بالمنطق؟ من كل الاباف منشند جروب، مش هي الفاينل بتاع كل حاجه؟ وهتضيف عليها الاكسبشنات اللي انت قلتها. ايه الاكسبشنات اللي انت قلتها يا دكتور؟ اللي هو الليمفاتكس اللي كانت ماشيه مع السفاليك فين، يبقى بتاخد من كل الجروبز اللي فاتت مع الليمفاتكس بتاعت السفاليك فين، ومن حقها تاخد من الابر بارت اوف ذا بريست، القمه بتاعت البريست من فوق، وكمان الدلتو بيكتورال لينف نودز اللي موجوده في الدلتو بيكتورال جروفز. تمام يا شباب؟ حلو. بالمنطق بقى يا دكتور بهاء، انت بتقول لي ليه الليمفاتكس بتاعت السفالك ما راحتش لللاترال؟ خلي بالك السفالك فين مشي عمل ايه؟ مشي ودخل في الدلتو بيكتورال جروف وراح يصب في الاكزيلاري فين شخصيا عند الايبكس اوف ذا اكزيلا، صح؟ فانا ايه اللي يخليني انطط الليمفاتكس بتاعتي هنا؟ انا الاسهل لي ان انا ماشي مع الفين ورايح للايبكس كده كده اصلا يعني، تمام؟ ومن نفس الوقت انا بمشي في الدلتو بيكتورال جروب، فهاخد معايا الليمف اللي جاي من الدلتو بيكتورال جروب عشان اوديه للايبكس برضه. يبقى الايبيكال جروب اوف ذا ليمف نود سهله قوي في ايه؟ سهله في انها بتاخد من كل الجروبز الثانيه، وهتاخد من الجزء العلوي من البريست، سوبيريور بارت اوف ذا بريست، وهتاخد من السفاليك فين الليمفاتكس بتاعته يعني اللي مشيت كمان في الدلتو بيكتورال جروب، فهتجيب معاها كمان الدلتو بيكتورال لينف نود. واخيرا طالما هي دي الفاينل ديستنيشن بتاعي، يعني هي لمت كل اللينف من الاخر اللي جاي من الابر لينف بالبلدي كده، واللي جاي برده من البريست. ليه؟ لان البريست لاترالي راح للانتيريور جروب او البيكتورال جروب، والتيل بتاعه راح للبوستيريور جروب، والابر بارت بتاعه راح للابيكال جروب. الدنيا كلها لمت نفسها وقامت عامله حاجه اسمها سب كليفيان لينف ترانك. سب كليفيان لينف ترانك. ونفتكر تاني الليمفاتيك سيستم بتاع الانترودكشن، فدي على الناحيه اليمين الليمفاتيك ترانك ده او السب كليفيان ترانك ده هيصب في الرايت ليمفاتيك داكت، اما على الناحيه الشمال فهيرتبط ويتوصل بالثوراسيك داكت. على الرايت سايد it will drain by joining the right lymphatic duct، على left side it will drain by joining the thoracic duct. ماشي يا شباب؟ عشان كده كانت الرايت lymphatic duct بتجيب الليمف من الرايت upper limb، اما الثوراسيك داكت كان بيجيب الليمف من الليفت لور limb. فاكرين؟ فاكرين الصوره اللي قسمنا فيها الجسم الربع وثلاث ارباع، وقلنا الربع اليمين ده رايت lymphatic duct والثلاث ارباع كلهم الباقيين ثوراسيك داكت؟ ولا نسينا ايام زمان وذكريات زمان وليالي زمان؟ طيب بصوا بقى يا شباب، بصوا بقى معايا ايه الكلينيكال اناتومي بتاع الحته دي. قال لك بما ان الاكزيلاري لينف نود يا دكتور بالمنظر ده جايبه الترانك من قدام من فوق الامبلايكس، وجايبه الترانك من ورا لحد الايليا كريست، وجايبه من البريست، وجايبه من الابر لين، يبقى لو حصلت انفكشن في اي حته من الحتت دي يمكن ان تنتقل الانفكشن للاكزيلاري لينف نودز ولا لا؟ سؤال يطرح نفسه. يمكن او لا يمكن؟ يمكن. ولو حصل لا قدر الله مالجنسي في الحتت دي يمكن ان تنتقل الكانسر سيلز للحاجات دي ولا لا؟ نعم يمكن. وده قلناه في الكلينيكال اناتومي برضو بتاع الانترودكشن لما قلنا الابلايد اناتومي، ان لو حصل اي انفكشن او اي كانسر هيبقى الليمف انفكتد باي بكتيريا وانفكتد او في كمان الكانسر سيلز، فيقدر يوصل للليمف نودز بتاعت الجسم ويعمل مشاكل وينتشر ويعمل سكندريز. جامده جدا يا دكتوره مريم كلمه سكندريز دي، عجبتني مزجتني. سكندريز يعني يبعث ثانويات. شكلك كنت بتحضري معايا انترودكشن. اوكي.